بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا تتضمن الكروس سكشن، المقطع العرضي اللي يوضح element of highway، عناصر الطريق. بعد أن تم دراسة كيفية اختيار مسار الطريق ومن ثم حساب كمية الأعمال الترابية من قطع أو دفن وتصميم المحاذاة الأفقية والعمودية، ننتقل لمعرفة عناصر الطريق الأساسية اللازمة عند إنشائه. طبعا يتضمن المقطع العرضي للطريق عدد من العناصر الحاكمة لتصميم منشا الطريق. هذا مقطع هو عرضي من جانب الايمن الى الجانب الايسر للطريق بزاويه 90، يقصد به عمودي على المقطع، عمودي على المقطع الطولي للطريق. العناصر الحاكمه او الاساسيه لاي مقطع طريق هي 7: الترافل لين، هذا الجزء اللي هو يمثلنا مسار المركبه، والشولدر الكتف اللي يبدا منا لهنا، والسايد سلوب الميل الجانبي، والكاربس اللي هو حاجز او هذا الجزء الصغير احنا نسميه ايضا كوربستون المعروف عندنا، والميديان عند ميديان باريرز اللي هو الجزرة الوسطية، وكل جزرة وسطية تكون بها حاجز، والجارد ريل اللي هو السور او الحاجز هذا الجزء، وقنوات التصريف الهيدرانيت شانل. طبعا كل هذه العناصر السبعة راح نشرح اهميتها بصورة مفصلة. بصورة عامة المصمم يعني يصمم كروس سكشن لكل ميت ستيشن، يعني يخلي مقطع للطريق لكل ميت ستيشن، لكل ميت فوت العفو ستيشن، او شوف ايش قد هي الستيشن معرفة عندك، بالاضافة يخليها في نقاط وسطية لما ما يكون اكو تغير بالمقطع يظهر، مثل انتقال من مسار مستقيم الدخول ب قوس افقي على سبيل المثال، هذه يعتبر تغير اكو راح يصير عندنا بالمنسوب، وسوبر اليفيشن راح يظهر الى اخره. نبدي باول عنصر وهو جدا مهم اللي هو ترافل لين اند ميمنت. طبعا هي الترافل لين بروفايدد هو ممرات سير المركبات المعبده التي تشغلها المركبات اثناء الحركه او عند التوقف. العرض القياسي لها هو 12 فوت ويقابل 3.6 متر، واما حدودها فتتراوح من 9 الى 12 بصورة عامة كترافل لين. التسعة هو بالتأكيد فد عرض للطريق غير مرغوب به، يستعمل بالمناطق الريفية واللي يكون بها السرعة جدا منخفضة والحجم الكثافة ايضا منخفض السكانية. اما العشرة فيستخدم لما ما يكون عندنا الاقصى يعني اقصى كاباسيتي اللي هي الطاقة الاستيعابية القصوى، تعاد تطابق وياها لو سبيد سرعة منخفضة الى اخره. اذا هو بصورة مختصرة عرض اللين هو من 12 وأقل شيء 9. التسعة والعشرة هي غير مرغوب بها لأن يضيق الطريق ويمنع التوسع المستقبلي، وأحيانا نحن عندنا أكثر من ممر 12 نقدر لاحقا نعيد تقسيمهن حتى نزيد عدد الممرات، هذا هو المقصود به يعني. وأيضا الأفضل هو تجنب الممرات الضيقة. ايضا هنا أنا منطينا بالنسبة للميل الجانبي الكروس سكشن للتبليغ هو اي يتراوح من 2 الى 6%، هذا هو اللي يقصد به اللي هو بيمنت هاي من 2 الى 6%. طبعا 6% يقابل انه هو اعلى سوبر اليفيشن المفروض نستخدمه، مو ماكو سوبر اليفيشن اعلى من 6 لكن هو افضل حالة المفروض ما نتجاوزها الاكثر، فلهالسبب بنطي 2 الى 6%. هنا بنطي يعني ايضا كيفية تطوير الرصيف عبر المنحدر، يعتمد على نوع الطريق اصلا وتصميم المنشأ، منشأ الصرف يعني الدرينج، بالاضافة حتى يتمكن من تصريف على جانبي الطريق او الى جانب واحد. يعني تعرفون اكو مثلا على سبيل المثال الطريق اللي يربط خلينا نقول المغربة وكليتنا، اذا تنتبهون سواء كان في ممر الذهاب او ممر الاياب
الطريق مايل الى جانب واحد، يعني الطريق يكون بهالشكل، هنا بالضبط جزرة وسطية والطريق هالشكل مايل، هذا يكون من جانب واحد. اكو طرق لا، اللي هو اصلا يعني المقطع الاساسي هذا مالتنا مثل ما تشوفون الطريق مايل الى جانبين، معناه لازم اكو هنا تصريف درينج واكو هنا تصريف، هذا يقصد به. واحيانا لا يتم تصريف، طبعا هذا تصريف المياه حسب حجمها، تصريف المياه او الثلوج يكون حسب حجمها وكميتها، بحيث هل اسوي له قناة بزيل او مجرد قناة تصريف بسيطة حسب نوعية المنطقة. واحيانا لا يعني اخليه يتصرف الى التربة، يعني اصلا ما اسوي اي قناة، يعني مثل ما هذا الرسم مجرد انا خالي هنا ميل وهو يروح للارض الطبيعيه اللي للاسف هو عندنا. بس المفروض بالمقابل ان انا متاكد ما راح يصير عندي مستنقع، وانما فاحص التربه وشايف الامتصاص مالتها يستقبل هاي الكميات من الامطار، لان تعرفون وجود المستنقعات يعني هي بيئه للجراثيم والبكتيريا. ملاحظة ايضا في حالة عندنا ممرين، طبعا على الاقل لازم يكون هنالك ممرين حتى تسوي تعتمد على احد الممرات يصرف لك، لكن هذا الممر اللي يصرف لك لازم يكون الكروس سلوب الى ازيد ب 0.5 من المجاور. تشوفون انت هذا 1.5، هذا يصرف فلازم ازيد بنص على الاقل، فتشوفون صارف قيمته 2. هذا معنى هذا الجزء. هنا في حالة اكو سوبر اليفيشن، فطبعا هو اذا موجود السوبر اليفيشن فبعد ما اكو حاجة كروس سلوب يوجوالي ساتسفاي فور ذا درينج بيربس، يعني بعد ما اكو حاجة هو الارتفاع احد الجانب الايمن او الايسر للطريق وانخفاض الجانب الاخر، وتعرفون بنسبة قد تصل الى 6%، فبعد ما يحتاج هو يحقق لنا الميل اللي المطلوب. ايضا منطينا ملاحظة بان اذا عندنا سوبر اليفيشن فالمفروض هذا السوبر اليفيشن يقوم بتصريف المياه او الامطار او الثلوج باتجاه داخل الكيرف، طبعا اكيد الكيرف الافقي. وايضا مع ملاحظة ان كميات هذه الامطار وحجمها احنا مهيئين لها منشأ للتصريف يتناسب مع طبيعة هذه الكميات اللي يتم تصريفها. نجي هسه كملنا الترافل لين والأول عنصر وقلنا أساسي، نتحول إلى العنصر الثاني اللي هو الشولدر الأكتاف. العنصر الثاني اللي هو الشولدرز الأكتاف، طبعا بالنسبة للدليل أشتو عرف الأكتاف بأن هو جزء portion of the roadway، جزء من الطريق اللي يكون متاخم لترافل واي اللي هو مسار المركبة، واللي قادر على احتواء أو استيعاب المركبات المتوقفة وفي الحالات الطارئة، استعمال الحالات الطارئة، وأيضا يوفر دعم لطبقة السب بيز والبيز اند سيرفيس كورس بالنسبة للطريق، يعني طبقة ما تحت الأساس وطبقة الأساس والطبقة السطحية. يمكن هاي التقسيمات هي جديدة عليكم، لكن لاحقا من راح ندخل بتصميم الاسفلت وطبقات الاسفلت راح تفتهمون هذه شو تمثل النقاط اللي هي السب بيز والبيز والسيرفيس كورس. طبعا الشولدر هو يستخدم بصورة كبيرة يعني وواضح، لان هو له هواي فوائد راح نعددها. بصورة عامة بالنسبة بالنسبة لبعض المناطق الريفية اللي يكون ايضا بها الحجم المروري جدا منخفض والطبيعة طبوغرافيتها صعبة جدا، وهاي الصعوبة دائما تكمن اذا كان اكو حجر بالموضوع الجبال الى شابه ذلك، ف ما نزودها باي شولدر، يعني ما يتصمم انه فقط في هذه الحالة يتم تصميم الطريق بدون اكتاف. لكن بصورة عامة الاكتاف تتراوح عرضها من 2 الى 12 فوت، وغالبا هذه الاكتاف تكون يتم عملية تثبيتها استابلايزد من خلال معالجتها بنوع معين من المواد، بحيث تنطينا سطح مقبول
تتوقف عليه المركبة. وأنواع هذه طبعا المعالجات قد تبدأ حتى عملية بالرصف بالإسفلت وتنتهي بالحجر، أو حتى أحيانا تغطى بالأعشاب، لكن ما تحت الأعشاب أكو تربة محدولة. طبعا منطقة فور سيفتي وللأمان، المفروض الجوينت المفصل بين الكتف والترافل واي مسار طريق يتم عملية صيانته باستمرار وتنظيفه. وهذه الحالة يمكن احنا نشوفها هواي، تشوفون دائما اذا منتبهين الاحيان الكتف التراب مالته يعلو عن التبليط، وهذا خطأ، لان انت في حالة صار عندك امرجنسي ولازم تطبق جانبي، واذا بالكتف هو اعلى من الطريق يعني فتشوف يعني راح تصير مشكلة، او لا قدر الله المركبة خرجت عن مسارها او تريد السيطرة عليها وتنزل للكتف، واذا بالكتف هو انزل من التبليط ايضا راح يسبب لك مشكلة، احيانا تخرج المركبة عن الطريق الى اخره. فالمفروض دائما احنا خالين بالاكو فد ميل بين الترافل يعني الترافل واي اللي هو مسار الطريق والكتف. يمكن الصورة بالبداية هذه توضح اكثر. هذا هو الجوينت، فإذا هنا عندنا هذا الشولدر صعد تصارت عندك مشكلة، وإذا هذا كان أنزل طبعا نشوف أنا يعني انتبهت لها باستمرار بطرقنا الخارجية. طبعا الشولدر أيضا طلاب يعني المفروض السطح مالته يعالج، لأن إذا أتحول إلى مادة ترابية يعني الحص قلبي راح يصير عندنا مشكلة في حالة السيارة انزلقت عن مسار الطريق. المفروض اكو كتف يحضن هذه السيارة ما يخليها تخرج خارج المسار، لكن اذا كان هو عبارة عن مادة يعني غريانية فراح تنزلق السيارة اكثر. فشوفون نقول انسحبت السيارة وطارت وصار حادث يعني لربما مميت. فالاكتاف لها فوائد جدا يعني مهمة وعامل امان بنفس الوقت، حتى بالنسبة للمركبة انت اذا ضايقت وكان ما عندك مكان تطبق على الكتف، لكن اذا كان الوصول لهذا الكتف صعب او هو الكتف بحد ذاته يمثل خطر فهنا راح تصير مشكلة عندك كبيرة. بصورة عامة يستخدم في حالة انواع الشولدر ايضا لما ما يكون عندنا طريق خارجي هو طريق مهم فريواي وبحركة سريعة، فالمفروض انت على الاقل تاخذ اقل عرض هو 10 فوت، يعني انت قاعد تقترب من عرض التبليط نفسه الطريق اللي هو ترافل واي. وفي الحالات اللي هي قليلة وماكو عندنا حالة توقف او يعني كثافة قليلة وسرعة واطئة فلا بس استخدام شولدر 2 فوت، يعني تترك لك مسافة فد 2 فوت بين الكتف اللي هو هذا الجزء طلاب، هذا الجزء منه قبل لا تدخل للكتف، يعني هذا هنا عندنا الترافل واي منه اللي هنا، هذا جزء صغير جدا اللي هو 2 فوت، هاي مثل ما تشوفون 2 فوت، هذا يوفر مسافة بين الترافل والشولدر. لكن بكل أحوال يعني أقل شيء الشولدر مالتنا هو من 6 إلى 8 فوت. شنو الفوائد الوظيفية اللي يقدم لنا إياها الكتف؟ عدة فوائد، هذه هي اللي موجودة أمامكم. يوفر لنا ملجأ للمركبة المتوقفة أو أحيانا أكو توقف مفاجئ مؤقت، توفر عازل يعني يكون مكان العزل المركبة في حالة الحوادث الأكسيدنت، أيضا المساهمة في سهولة القيادة والأمان بالنسبة للسائق، لأن يعني مثل ما قلت لك يضايق أبو المركبة يروح على الكتف. أيضا توفير مسافة رؤية يعني سايد ديستنس اللي هو مدى الرؤية، يوفر بعد أزيد اللي بالنسبة للمنحنيات الأفقية، تحسين القدرة والعمليات يعني بصورة عامة تحسين القدرة الطريق وطاقة الاستيعابية وطاقة التشغيلية، ينطي بنفس الوقت توفير مساحة لعمليات ومعدات الصيانة. أنا عندي أريد أسوي صيانة للطريق
بس انا ما عندي كتلفزيون وين اودي الاجهزة والمعدات مالتي، فهو يوفر انه مسافة يعني ومساحة لهذه العملية. ايضا هنا يوفر انه مسافة يعني مساحة للسنو ريموفل اند ستورج، العمليات يعني المكانات اللي يكون بها اكو تساقط ثلوج كبيرة، انت راح تسحب الثلج الى الكتف وحتى تخزنه به ستورج. توفير خلاص جانب الاشياء. طبعا ايضا هنا راح ينطينا مساحة نخلي بها الإشارات الضوئية أو الجارد ريل أو الحواجز إلى آخره من الأمور، يعني ينطينا حرية بالتصميم أكثر. وأيضا يوفر امبروف درينج، يحسن عملية تصريف بالنسبة للترافل واي، يعني المياه لما ما يتم تصريفها من هذا الطريق وين تروح؟ هذا هو الطريق تم التصريف، وين يروح؟ عادة يروح للكتف. آخر شيء هو يوفر الدعم الهيكلي، يقصد به للرصيف، يعني هذه الحافة حتى لا تتآكل، هذه الحافة الترافل واي، هذا هو هنا داعمها وساندها بالشولدر حتى لا تتآكل، حتى لا يتبد الطريق يتآكل أو يضعف، فهذا هو فوائدها. طبعا الجدول 4x4 يحدد الكروس سلوب شولدر انواعه، وهنا قايل no shoulder should be have a cross slope of more than 7x1، يعني ماكو عندنا كتف يكون الميل مالته اكثر من يوصل الى 7 اكثر من 7x1. هذا هو الجدول طلاب، مطلوب من عندكم تحفظونه. تايب اوف سيرفيس، اذا كان الكتف متكون من بيتيومينيوس يعني تبليط اسفلت، فالكروس سلوب الى من 2x6، واذا جرافل او ستون اذا ركام او حجر من 4x6، واذا كان عبارة عن نبات طبيعي يكون من 6x8. شوفوا اكثر في هنا أنا من 6x8 زاد. نجي على السايد سلوب فور كات اند امباكمنت، الميل الجانبي في حالة انشاء الطريق مقطع كات او مقطع فول. حيث تقع الطرق في اجزاء مقطوعة او على سداد، يعني نحن لو سوينا كات او سوينا عملية فول، يجب أن تكون المحاذرات الجانبية مصممة بعناية لتوفير تشغيل آمن للمركبات طبعا لهذا الطريق في المناطق الحضرية، بحيث يكون حق المون رايت اوف واي بشكل عام غير متوفر يعني بالمناطق الحضرية طبعا. والمنحدرات التوفير الإسناد الجانبي أيضا يكون ريتينينج وول عادة ما تكون مستخدمة. بصورة عامة عند توفير عندما يتم توفير المحادات الجانبية الطبيعية يجب أن تكون أكو عندنا في بعض القيود. لما ما يكون عندنا natural side slope أكو عندنا منحدر جانبي طبيعي، لازم ننتبه على هذه الاعتبارات. أولا يكون السايد سلوب 3x1 إذا عندنا المنحدر الجانبي هو الحد الأقصى للتشغيل الآمن لعملية الصيانة ومعداتها يعني مدات القص إلى آخره. ثانيا يكون 4x1 سايد سلوب، طبعا احنا جاي نحكي 4 أفقي وواحد عمودي، هو ماكسيم هو أقصى ميل مرغوب به بالنسبة للمناطق اللي تكون بها حوادث. والحواجز هنا لابد من وضعها باعتبار إذا كانت
الأرض الطبيعية تكون عبارة عن ستيبر سلوب يعني ميل جدا حاد، فلازم احنا نوضع حاجز 2:1 يتم استخدامه الحد الأقصى اللي يمكن أن يكون بيكون عندنا نمو للأعشاب وتكون بالمناطق اللي يكون أجواءها جيدة المناخية. 6:1 هو الحد الأقصى المستقر من الناحية الإنشائية بالنسبة للترب لما ما تكون نوعيتها ساند ساندي يعني رملية. الجدول هذا 4-5 يوضح السايد سلوب الموصى به بالنسبة للقطع للمكانات اللي حصل بها كت أو حصل بها فض. هنا منطينا height of cut or fall يعني ارتفاع حجم ارتفاع القطع أو الدفن، يكون من 0-4 طبيعة التربة اللي هو level or rolling يعني منبسطة، فيكون عندنا الميل مالتنا هو 6:1، وإذا كانت متوسطة الستيب يعني حدتها متوسطة وليس جدا أراضي يعني ميلها حاد يكون 4:1، وإذا كان ستيب اللي هو راح يكون بهيج حالة الميل إلها 4:1. من نجي إلى لما ما يكون ارتفاع الكت أو الفل من 4-10 فوت، هنا لاحظوا هنا زاد الارتفاع بالمقابل قل الميل، صار 4:1، 3:1، 2:1، صار عندنا ارتفاع 10-15 فوت زاد الارتفاع بالنسبة للسداد أو لعملية القطع. بالمقابل مثل ما قلنا راح يقل الميل بالنسبة للأرض الطبيعية، وبالنسبة للأرض اللي نوعا ما متوسطة الانحدار والأرض المنحدرة جدا، وإلى أن نكمل كلها. لكن تلاحظون مطينا ملاحظة في حالة يكون عندنا الارتفاع أزيد من 20 بالمودريتلي ستيب، المفروض هنا نتأكد ان التربة، لان باعتبار احنا قاعد نتكلم 1-1.5 لازم ننتبه بان التربة تكون غير قابلة للتآكل، وايضا بالنسبة لحالة الاراضي المنحدرة بدأ من 10-15 ويخلينا اشارات بان لازم تنتبهون بان هذه التربة هي غير قابلة للتآكل. هذه انواع اخرى. طبعا احنا حكينا على قلنا where natural side slope are provided. خلينا نجي على انواع اخرى من المحددات بالنسبة للside slope. بالنسبة للcut slope هذا عملية القطع for normal soil للتربة الطبيعية اللي هو clay والsalt والsand، ويكون الارتفاع عندنا اصغر او يساوي 6 متر، فبهيش حالة يكون الميل عندنا 2:1 يبدأ من 2:1 وينتهي ب 4:1، يعني سواء كان 2.25 2.5 3 إلى آخر، و 4:1 هي المفضلة. بالنسبة للنورمال سويل أيضا، لكن هنا الارتفاع عندنا أزيد من 6، فالمفروض يعني يتوقع المصمم يتحذر عند تصميم المنحدر سلوب ستيبل ثيوري يعني ينتبه له. بالنسبة إذا كانت التربة هو روك سويل منطينا أيضا محددات، لاحظوا بالنسبة إذا كان هو حجري، لكن أكو هارد وأكو متوسط وأكو نوعا ما حجر لكن أقل صلابة، فشوف منطينا من 1-10 1-5 الحالة الأولى، وبالنسبة للحالة المتوسطة منطينا 1-4 و1-3 وما بيناتهم، يعني حتى لو كل ربع او كل نص حسب. وهنا منطينا 1-2 with steep مع درجات، هاي مثل ما تشوفونها 1-2 1 افقي و2 عمودي. هذه الحالة. اخر شيء full slope إذا كان المقطع عالي بحيث إنه أزيد من 6، الجزء الحد 6 هو مقسمه إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى يعني اللي هو من 1-1، ومن ثم المرحلة الثانية 1-2،
وهنا واحد إلى ثلاثة وصول إلى واحد إلى أربعة. يعني هذا اللي هو مقسم عندكم، تقسم عندنا أربع تقسيمات. أما إذا كان أكو مياه متاخمة للشولدر فلا بد من إكساء الحافة السايد، حافة السايد سلوب.